أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. يجري وزير الخارجية الفرنسي محادثات في بيروت بهدف واضح، وهو خفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل، إلا أن مبادرته سقطت قبل أن تشق طريقها الرسمي بضربة وحدة الموقف الرسمي وربط الحل بوقف الحرب على غزة ورفض فصل الجبهات. أما الوحدة الوطنية فيشوبها صوت معترض تمثل بلقاء معرب، وإن امتنع بعض حلفاء القوات عن الحضور رفضا لاحتكار مكان اللقاء ورئاسته. وفي حين طالبت القوات باحترام القرار 1701، أكد الرئيس نبيه بري أمام ستيفان سيجورني أن لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، بانتظار تسلم الاقتراح الفرنسي الرامي إلى خفض التصعيد ووقف القتال تمهيدا لدراسته والرد عليه، عارضا أمامه وقائع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخاصة على القرى الحدودية الجنوبية. عن كل هذه التفاصيل بالإضافة إلى العديد من الملفات البارزة على الساحة اللبنانية سنبحثها في هذه الحلقة مع ضيفي النائب بيير بوعاصي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وبحيي مشاهدي برنامجك. أهلا وسهلا فيك. سعادتك، اليوم في كتير على الساحة اللبنانية حراك دبلوماسي وحراك داخلي، ولكن النتائج صفرية. كيف تقرأ اليوم حضور ستيفان سيجورني لبيروت؟ رح نرجع نحكي عن لقاء معراب أكيد، بس اليوم الطرح جوبه بالرفض قبل ما يوصل سيجورني، كيف تقرأ هذا المشهد؟ بدي أقول أنه فرنسا هي من الدول القليلة يمكن مع الكويت يلي مهتمة بوضع لبنان، لأنه صار في تعب من لبنان، صار في تخلي إلى حد بعيد عن وضع لبنان من المجتمع الدولي. فرنسا اليوم بزيارة وزير الخارجية سيجورني مركزة بزيارتها من زيارة لودريان بيس أبدا، تركيز بهذه الزيارة على الوضع بالجنوب وأن لا يتمدد الحريق في غزة إلى جنوب لبنان. هل لقي تجاوب؟ لا، لقي تجاوب بالحكي بس مش بالواقع، ولا لقي تجاوب بالحكي مش بالواقع، لأنه اللاعبين اليوم بالمنطقة هن إيران وإسرائيل. لبنان ما له كلمة، لأنه سحب حزب الله الكلمة من يد الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية لكل هالأسباب مجتمعة. بعتقد وللأسف أنه زيارة سيجورني رح تكون بدون نتيجة. وبدي ضيف هون أنه السياسة قبل كل شيء هي شأن محلي، وبالتالي إذا ما في نية محليا لملاقات طرح أو مبادرة خارجية على الأقل على نصف الطريق لن تأتي بثمارها، وهيدا الحاصل اليوم بشكل كتير واضح بسبب سياسة حزب الله وبسبب ربط مثل ما تفضلتي غزة بجنوب لبنان. يعني ما اقتنعت من كلام الرئيس ميقاتي، حضرتك كنت بلجنة الخارجية اللي اجتمعوا مع الرئيس ميقاتي وسمعته صرخته بموضوع انه التهديدات على لبنان بتوسعة الحرب والوضع بلبنان ما بيحتمل، اخذت على محمل الجد هذا بدون الكلام؟ أي شك. يبدو انه ما كتير مقتنع انه الموقف والقرار بيد الدولة اللبنانية اذا رابطها بموضوع ايران. لهلأ القرار مش بيد الدولة، لأنه ما حدا عنده الجرأة رح أقول بكل بساطة استعادة القرار اللبناني للمؤسسات اللبنانية الشرعية. السبب الأساسي هو الخوف من حزب الله، وبأنه أي خطوة بتقوم فيها الجهات الرسمية سوف تنعكس برد فعل عنيف من قبل حزب الله. ورح أقول بالداخل يعني أصدق؟ نعم، بالداخل تصوير بالداخل السلاح بالداخل. إلى الداخل؟ بالداخل طبعا، يعني كل أدبيات حزب الله اليوم ومبارح تصريح الشيخ أحمد قبلان بيروح تماما بهذا الاتجاه، يعني اتجاه تخويني لإلنا ولكل حدا كان بمعراب، وبذات الوقت في نوع من التهديد تخويني كل المعراب عم بيشتغلوا لتل أبيب، وبالتالي حكما في صوت من التهديد. فأنت يا شيخ قبلان عم تسمع شيء بطرك الموارني شو عم بيقول؟ عم تسمع شيء شو عم بيقول مطران الياس عودي؟ إذا أنت عندك موقف مثل هذا لا يكفي، وبدي يكون في إجماع وطني. أنا بدي أرجع لشغلة، جيش شعب مقاومة، طيب المقاومة استشارت الجيش بس عملت رد الفعل على إسرائيل أو الفعل أحيانا كثيرة، عندما أطاحت بال 1701، عندما فرضت خيار على اللبنانيين كانوا مين استشارت؟ هل استشارت الجيش؟ لا. هل استشارت الشعب؟ لا، لأن يستشيروني لإلي لأني أنا منتخب وممثل الشعب. فهيدي كلها بتدخل بإطار الشعبوية، اللعبة اليوم بيد حزب الله. وبدي هون وضح نقطتين. في مقولة بلبنان يعني لا تستقيم بتاتا بكل المعايير، يعني إذا
نحط القرار بيد الدولة بنكون على شفير حرب أهلية. ما أي مجتمع على شفير حرب أهلية بيعزز الدولة لتفادي الحرب الأهلية، مش العكس. إذا عملنا العدالة بكل القصص اللي صارت، يعني آخرها الياس الحصروني وباسكال سليمان، إذا بينكشف مين عملها تنضرب العدالة. خير العكس تمام، بس يكون في مشكلة بدك تعطي ثقة للمواطنين، بدها تكون العدالة هي اللي طاغية. وزاد الشيء بجنوب لبنان، زاد الشيء ب 17-01. فإذا في تفرد من قبل فريق حزب الله، في استعلاء على المكونات الأخرى بلبنان. وبدي أقول للشيخ أبلان، ما اللي عملوا مثلك وصرحوا مثلك وانت والنائب السابق نواف الموسوي، هن اللي جروا البلد بال 75 على حرب أهلية. يعني وهج السلاح اللي كان قائم بوقتها، تحديدا السلاح الفلسطيني، اليوم سلاح حزب الله، والثاني التخوين. فلا، انتوا بهالإداء هيدا عم بتعرضوا البلد لفتنة كلنا بغنى عنها. نعم، بدي فوت ارجع شوي بتفاصيل ليه خوانكم الشيخ احمد قبلان، ولكن قبل ما فوت بهذا الموضوع لان بدي فصله وبيندرج تحته كمان مطالبتكم بال 17-01 وال 15-59 وما الى ذلك. بس قلت اليوم انه الحزب اطاح بال 17-01، طب اليوم نحن ليه بدنا نحط اللوم على الحزب اللي اطاح بال 17-01؟ رح سلم انا وياك جدل انه من 8 تشرين هو اطاح بال 17-01. وين كانت اصواتكم ما قبل 8 تشرين؟ الخروقات البريه والبحريه والجويه، عندنا بعد اراضي محتله، كل الحركشات اللي بتعملها اسرائيل كانت بالجنوب اللبناني، وين كانت اصواتكم؟ ما هون كمان في علامه استفهام من قبل هذا الفريق اللي عم بيخونكم. غير صحيح بتاتا. من 2006 و 17-01 عم نطالب، وأدبياتنا مركزة على هذا الموضوع، بوجود تطبيق ال 17-01. بعد 2006 انتشرت اليونيفيل بتاني أكبر ثقل بالعالم، انتشرت بلبنان. وال 17-01 بيقول انتشار الجيش اللبناني، وال 17-01 بيقول أنه لازم يكون جنوب الليطاني خالي من السلاح. بأدبياتنا كمان من 2006 لليوم هو إدانة مطلقة لا اسرائيل خالي من اي سلاح لا توافق عليه السلطه اللبنانيه. صح، بس ما الحزب سلاحه موافق عليه بالبيانات الوزاريه. مزبوط، ما هذا الالتباس. مزبوط عم تحكي، يعني مشرع هذا السلاح. لا، رح اقول لك ليش مش مشرع. انا ساهمت بنص البيان الوزاري باللجنه اللي كانت عم بتبت البيان، كان في زعر من حزب الله، زعر بدي اقول الامور مثل ما هي، لدرجه انه احد زملائي قال لي ما في روح بعيد قدك بخاف يقتلوني. قلت له مين قال لك انا ما بخاف يقتلوني؟ فينا نعرف؟ ما بدي اعرف اسم مين زميلك، بس لا. الوجهه السياسيه لا مين؟ من حلفائهم؟ لا، من حلفائنا. من حلفائنا. نعم. وبالتالي قلت له انا مين قال لك مش خايفين على روحي؟ ما روحك مش اعز من روحي، والعكس صحيح. ولكن انا ارتضيت على حالي يكون بهذا الموقع، وما حدا جبرني اني يكون في هذا الموقع. وبالتالي اذا بدنا نبني ببداية العهد بيان وزاري يقدر يستمر ويكون هو المرجع مثل ما تفضلتي، يجب أن نقاوم فكرة جيش الشعب المقاومة، أو فيرسيون تانية بتوصل نفس النتيجة يلي يحق للشعب بالمقاومة إلى ما هنالك. ففي حالة زهر من حزب الله. ونحن إذا بتتذكري بالبيان، هاي مش صايرة صراحة، بالبيان الوزاري للحكومة الأولى اللي منشارك فيها من 2012 تحفظنا وبتاني حكومة كمان. وبالتالي أنا شو قلت بوقتها، معلش على السريع تنوضح للمشاهدين، أنا قلت أي نقطة خلافية هيت تنحط خطاب القسم حول هذه النقطة الخلافية ونعتمده. لا، ما بيقبل ولا بأي شكل. طب بس بالمقابل، بس كفي لك هذه، دور الدولة اللبنانية مش دور حزب الله تحدد شو عم بيصير جنوب الليطاني مثل عم بيصير من النقورة لنهر البارد، مش دور ولا حدا تاني. رح اقول لك ليه. قد يكون بس لاغراض البحث انه حزب الله هو أداة عسكرية. طيب الأداة السياسية وين؟ مين قال له ياخذ هذه الخيارات او تلك الخيارات؟ يعني اذا بدي سلم جدلا انه يحق للشعب بالمقاومة، مش معناته انه حزب الله مسمي حاله مقاومة، يعني هو يحتكر مقدرات الدولة وقرار الحرب والسلم يلي بالدستور مذكورة انه بالمجلس الوزراء قرار الحرب والسلم بأكترية الثلثين. وبالتالي ما في بحجة المقاومة يسحب
من الشعب اللبناني والدولة اللبنانية أي قرار سياسي، وراح أقول لك شغله المجالس بالأمانات، ولكن هيدي صارت معروفة وحكينا عدة مرات. بس كان رئيس ماكرون هون للاحتفال بالمئوية الأولى للبنان الكبير، جمع الأفرقاء السياسيين بقصر الصومر. طيب الحاج محمد رعد، تنسمي الأمور مثل ما هي، بيقول نحن مقاومتنا مشروعة لأنه نحن منتخبين من قبل الشعب. فبرد عليه الحكيم شو بيقول له، أنت منتخب من الشعب تتقعد بالمجلس تتشرع تتراقب عمل الحكومة تتصوت وقت التصويت، ما في شيء انتخابي بيعطيك الحق أنك تكون أقوى من الدولة اللبنانية. وإذا عندك 13 نائب عندي 19، فبالتالي إذا عندك 100,000 صاروخ لازم يكون عندي 150، وإذا عندك 100,000 مقاتل لازم يكون عندي 150. وبالتالي هذا المنطق خارج عن منطق المؤسسات وخارج عن منطق الدولة، وهذا المنطق بالسبعينات أدى إلى الفتنة، يعني الاستقواء بالسلاح الخارجي على مكونات المجتمع. هيدا بالضبط اللي عم بصير اليوم، مكسورة الشراكة الوطنية بسبب حزب الله وبيئة حزب الله. طيب عم بحكي أنا وياك كل الأمور على الطاولة ومثل ما هني، لأن البعض يعني بيحطوا نقطة سوداء على تاريخ القوات، نقطة سوداء على تاريخ القوات اللي هي، طيب صحيح ما حدا بينكر أنكم أنتوا اعترضتوا على هذا البند بالبيان الوزاري حول شعب وجيش والمقاومة، ولكن أول 3 سنين من العهد وتحديدا ما قبل ثورة 17 تشرين، ما حدا من القوات حكي عن استراتيجية دفاعية. كنتوا منغمسين بهذا الاتفاق مع شريككم التيار الوطني الحر، ولا كأنه في سلاح أنتم معترضين عليه، وحتى باتفاق مع راب بذاته ما أشرتوا إلى موضوع سلاح حزب الله، ما أشرتوا إلى القرارات الدولية 17-01-15-59، كان همكم بس المحاصصة. أنا عم أقول لك هيدا السؤال لأن هيدا رأي الفريق الآخر. أنتوا ليه بفترة بتنسوا هذا السلاح وبتتغاضوا عنه لأن مصلحتكم بتكون هيك تقتضي، وبالفترة اللي بيكون حزب الله محشور وقادرين يمكن تتحينوا هذا الوقت للانقضاض عليه بتنقضوا عليه؟ خطأ تماما. يعني هيدي عم ننطلق من فرضية قريبة للواقع اللي معتمد هالخيار هيدا، عم ننطلق بمنطق معين وعم نوصل لنتيجة خطأ. المنطق سليم، الفرضية الأولى غلط والنتيجة غلط. ورح قلك ليه. اتفاق مع راب صار بين 2، وبالتالي ما في حط وألزم الفريق الآخر بنقاط هو مش مستعد يتبنيها. طب من امبارح ألزمتوا اللي كانوا موجودين بلقاء مع راب بهذه النقاط وما كانوا كلهم معكم؟ غير صحيح بالبيان الختامي. خليني ميز بين اثنين. فاذا كل شيء يتعلق بحزب الله، الرئيس عون وجبران باسيل رفض مطلق، ما بنحط بند مثل هيدا، ما بنوقع بند مثل هيدا. هلا نحن ادخلنا المقررات الدوليه، وبالتالي 17-01 15-50 16-80 إلى ما هون إلي، والمقررات الداخلية اللي فيها الدوحة والطائف إلى ما هون إلي، هي أدخلناها. إنما كل شيء يتعلق بحزب الله رفض رئيس بوقت الطيران الوطني الحر ميشيل عون، رفض أنه تنذكر، وبالتالي ما فيه أفرض عليه أنه يذكر نقطة معينة ويوقع عليها هو مش مقتنع فيها وما بده يخسر دعم حزب الله بشكل واضح، لأنه حزب الله كان مسلفه 2.5 سنين مسكر البرلمان تيجي هو رئيس جمهورية. فإذا قصة تحيية حزب الله هي بطلب من الطرف الآخر، ولو كانت موجودة ما كان وقع. يعني اشتغلتوا ضد قناعتكم؟ لا أبدا أبدا ولا بحرف. بدي أقول لك شغلة، بنود 10 اللي تم التوقيع عليها هيدي ثوابتنا التاريخية كقوات لبنانية. إذا اليوم بدنا نطلع بالبنود 10 نتبنى 10 مثل ما هن، ممكن نضيف عليهم شيء بس 10 متبنهم مثلنا، وبعد 50 و100 سنة هود 10 هن ثوابتنا السياسية. فإذا ما حد يقول في أشياء كان ممكن تضاف للعشرة مثل اللي تفضلتي فيه، بس قلنا ليش ما صارت، بس هن 10 بنود لا أكيد هو الأساس. أي حدا يقزم اللي صار أول مرة تاريخيا في زعيم تحديدا ماروني سياسي يتنازل لزعيم اخر ما صايره قبل، هيدا تقزيم للقاء اللي صار. هلا لافت بهذه المقاربه لان موجوده. طيب
البنود العشرة وقع عليهم جبران باسيل، زقف لهم ميشيل عون، ما احترموا ولا حرف منهم. يكون الحق علي والحق عليهم. غريبة هالقصة، عن جد غريبة. يعني مثلا بيكون حدا بالمعارضة، الموالات أو الأكثرية تخطئ بسياسات المالية والنقدية والاجتماعية، بحملوا مسؤولية المعارضة. يعني هذا المنطق ما بعرف كيف وصل على لبنان وكيف بدل صراحة. أكيد مش عم بحكي عنك أنت، أنت صدى للناس اللي بتسمعي والمهون هلك، بس مش صايرة هيدي. وهيدي دليل وبعتذر أولى عن ضعف كتير كبير بالثقافة السياسية بلبنان. طيب بس هن كمان بيعتبروا انه لولا انتم انغشيتوا بهذا الفريق ما كنتوا، ما كنا وصلنا نحن لهون. يعني انتم لو بقيتوا ثابتين على مبادئكم وما تغاضيتوا عن فكره انه الوزير جبران باسيل ما بده يجيب سيره السلاح ولا بده يجيب سيره حزب الله بالاتفاق، ما كنا كمان لو وصلنا لهذا العهد ولا لما نتج عن هذا العهد. رح اقول لك شو صار نقطتين وسريعا، صرت عيدهم عده مرات. اللي صار انه السعوديه وفرنسا بدون إبلاغنا ولا بأي شكل مشوا بترشيح سليمان فرنجي. صحيح. بيمشي وراهم رئيس الحريري والوزير والجملاط بلا ما نكون عارفين شيء. نقلبتوا أنتوا عليهم. أكيد. لأنه صار عندنا خيارين، يا سليمان فرنجي يا ميشيل عون. سليمان فرنجي خياره الطبيعي بمحور الممانعة، خيار التيار الوطني الحر لعبة سلطة كل الوقت. فقلنا بما أنه هيدا ممكن يصير تعديل وعنده الكتلة البرلمانية المسيحية الأكبر، وبعد سنتين ونص فراغ مش من أول جمعة عملناها، نحط الأمور بنصابة. فإذا كان هيدا الخيار على شرط نعمل له الإطار اللازم، وهيدا اللي صار. وبأول هاي بدي أذكر فيها، في كتار من السياسيين والإعلاميين وإتسترا بيقولوا أنه خربتوا الدنيا بتصويتكم لميشيل عون. عظيم. بدي تصريح واحد 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 بعد خيار ميشيل عون من قبل القوات اللبنانية، تصريح واحد بيقول هالكلام هيدا. بس صارت كل العالم زقفت، بس وقعت كتر السلخين. بس لما صارت تعطيني تصريح واحد من سياسي او من اعلامي بينتقد هذا الخيار. بالعكس كانوا برافو عليكم، يا ريتكم من زمان على الرئيس الحريري بلقاء البيال. ما هيك؟ فالكل زقفوا، تحديدا المسيحية وتحديدا الموارنة. بس وصلنا لهون وتبين انه ميشيل عون فقط لعبه سلطه. وانس اجين ما ليه مو له ليه مو لنا، يعني هذا كمان مش مقبول. رح ارجع اصوب لان هودي صاروا كلهم كمان من الماضي وكله الحكي فيه ما بيجيب نتيجه ابدا. بدي ارجع اصوب الموضوع لمسعى سيجورني والوضع بالجنوب. واضح انه ما في فصل بالجبهات. يعني هل يتكرر فشل فرنسا بمبادراتها باتجاه لبنان؟ ما بننسى انه المبادرات السابقه، ان كان انفجار بيروت، ان كان حتى الحكومه الاخيره بعهد الرئيس ميشيل عون، ما وصل لاي نتيجه الرئيس ماكرون. هل اليوم سيتكرر هذا الفشل؟ بدي ارجع كمان لمنطق الشماتة. هذا منطق شماتة. انه اجى حدا يجرب يساعدك، يعني حدا عم يغرق، اجى حدا زت له البواد السوفتاج، ما هيك؟ وما نجح، بيطلع حق على اللي جرب يغرق هداك. لا لا بس انا ما عم بس انا ما عم بشمت. انا بدي اوصل لموضوع لاسالك انه هل فرنسا تعمل لمصلحه لبنان ام لمصلحه اسرائيل؟ اكيد فرنسا تسعى لمصلحه لبنان. فرنسا هي الدوله الوحيده بالعالم يلي انخراطها لجانب بلد يفوق كثيرا مصالحها في هذا البلد. مش صايره، وبالتالي ما نشمت فيها، نشمت إذا بدك ونحمل مسؤولية يلي عم بخرب لها مسعاها كيف ما برمت. واسمه حزب الله ولا يعني دون أي تردد. طب ليه عم نقول أنه عم بخرب حزب الله مسعى الفرنسي وهو متعاون ومتجاوب مع المسعى الأمريكي مثلا؟ أنه كل أوساط الثنائي الشيعي، لما أقول حزب الله، كل أوساط الثنائي الشيعي تقول بأنه الطرح الأمريكي أفضل بكتير من الطرح الفرنسي، وعادل للبنان أكثر من الطرح الفرنسي. خلينا نشوف إذا الأمريكي نجح بفك الاشتباك من غزة لجنوب لبنان. عظيم. لا الأمريكي يعني أسلوبه غير هيك. على رأس. ولكن اللي عم بصير أنه كأنه في مواجهة بين الأمريكي والفرنسي ومين بيربح. يعني أنا بدي أعرف مين معرق العملية قبل ما أشوف شو الحل. ما في إذا كنت طبيب أعطي دواء قبل ما أشخص المرض. المشكلة هون بتشخيص المرض. رح أقول لك شغلة، الفرنسي وغيره لحديت هلأ
الفرنسي حط حماس على لائحة الإرهاب، ما هي؟ وندم عليها ليه؟ لأنه حماس لاعب أساسي بغزة، بطل فرنسي يقدر يتفاعل معه، معه حق ما معه حق صار موضوع تاني، وبالتالي ما بده يروح بعيد بالفك الارتباط مع حزب الله، لأنه حزب الله بيعتبره لاعب مهم. هذا مش معناته أنه الفرنسي أو نحن رح ننصاع لأمر حزب الله، وبالتالي بده يقول كان الأمريكي كان الفرنسي ويعطيهم العافية. هلأ حزب الله شو قصته؟ حزب الله يؤمن حدود مشتركة بين إيران وإسرائيل، شغلة كتير كبيرة، وبالتالي أول شيء ما قاله ولا كلمة، هلا بيقصف على هاي الأحداثية أو بيضرب كورنت على هاي الأحداثية، هذا موضوع تاني، هاي تفاصيل، بس الضوء الأخضر للانطلاق بالحرب أو وقف الحرب بيد الإيراني بدون أي لحظة شك. طب أنا شو إجاني؟ يعني أنا شو دوري كمواطن لبناني قبل ما نقول مسؤولين إلى ما هنالك؟ شو كان دوري بال 2006 مع أساس نخطف اثنين ومنجيب الأسرة؟ صفت، تم تدمير لبنان من الجنوب لجسر عملتين لجسر مديريش، ومين طلب منه، يعني مين كلفه أنه يقوم بهذه العملية؟ وبالتالي ما فينا نكون عايشين، شي دولة بتترك أسراها بدولة تانية ما بتحاول على القليلة أن تسترجعون، ما في طرق دبلوماسية مع إسرائيل، منروح لطرق المقاومة. مش مزبوط، ورحلك ليش مش مزبوط وذكرت وراح عيدها. المقاومة مفروض فيها تكون أول شيء أفضل ما تكون نهائيا، بس إذا وجدت بس لأغراض البحث هي أداة عسكرية، ما هي القرار السياسي مين أخده؟ خي حدا سألني رأيي أو سأل حزب التقدم الاشتراكي أو تيار المستقبل أو ما حدا سألني، وبالتالي إذا قرار الحرب والسلم بطل بإيدي، يعني بطلت لا مواطن لا مسؤول سياسي. طب إذا الدولة متخاذلة عن استرجاع يعني مواطنيها من برا، شو بتعمل ساعتها؟ يعني نحن عم نروح نحط اللوم على حزب الله لأنه عم يشتغل على فك أسرى من السجون الإسرائيلية، ما بنحط اللوم على الدولة اللبنانية اللي عارفة عندها أسرى وما عم بتجوب العالم لكرمال تسترجع أسراها. برجع بقول هيدي الفرضية مقبولة، وال ريزونمون المنطق تبعها خطا والاستنتاج خطا، يعني هاي بسموها السوفسطائيه ستويسيزم. فالقصه انه حزب الله مكون مسلح، بدي اعرف هو شو، يعني اول شيء بدي اعرفه، هل هو ميليشيا مسلحه؟ هل هو حزب سياسي بلبنان؟ هل هو يأتمر بأوامر ايران؟ يعني التعريف تبعه بعد سنوات وعقود من وجوده بعده غامض. أنا بدي أرجع وأقول إذا الدولة مقصرة منحطها على الطاولة مجلس الوزراء ومنلاقي لها حل. حزب الله ما ترك ولا حكومة ما كان موجود ممثل فيها، حكي عن هذا الموضوع بالحكومة، الحكومة تأخذ خياراتها بدولة الحوار من قبل 2006. لا هيدا الموضوع ما انطرح، هيدا الموضوع تحديدا ليه بده يحافظ على صاعق التفجير بجنوب لبنان ساعة اللي بترتقي إيران ذلك. أنا كمواطن لبناني مين كلفه كمواطن لبناني؟ أنا كفريق سياسي مين كلفه كفريق سياسي؟ وبدك تروح باتجاه مثل هيدا وتحرير الأسرى، ممتاز، بتحطها بالبيان الوزاري، بتحطها بمجلس وزراء، وبتطلب أنه هذا الأمر لم يعد يحتمل، وبالتالي الدولة بتقرر شو هي الخيارات. وبدي أقول لك شغل، عال فات وحرر الأسرى، مدمر لبنان، مدمر لبنان، وهلأ الله يسترنا، فعلا الله يسترنا، لانه الاسرائيلي جاني، يعني عقلاته مش مزبوطين، بحكي عن جد، وبالتالي لا مستعد يدمر قد ما بدك، يمكن ما يفوت بحرب بريه، بس اذا دمر المطار بكره شو بصير؟ انا اللي عم بقوله مش خوفا من الاسرائيلي، عم بقول خي غزه تشتعل، بيت خي عم بيشتعل، بحرق بيتي؟ او بتصل بالاطفائيه او بعمل مبادرات دوليه او بوقف حد اتسترا. ساعتك صدر قرار من مجلس الامن 27-28 بعدنا ما نسيناه، مين طبقته؟ اسرائيل، وحتى كانت امريكا موافقه عليه مش معترضه عليه لل 27-28 اللي هو الهدنه بفتره رمضان بغزه. اي مع اي نحن دوله عم نشتغل، مع اي كيان عم نتعامل، كيف بدها تحترم هذه القرارات وهي قرارات موافقه عليها امريكا ما احترمتها قطعتها؟ ممتاز، لا اول قرار على أمريكا وغير أمريكا ولا آخر قرار، خاصة كل ما تعلق سابقا بالقضية الفلسطينية ومبارح 17-01، وبالتالي أنا علي دافع عن مصالح شعبي، إذا كانت المقررات
بتصب بمصالح شعبي. ونحن عم نقول اليوم ومبدأنا كافة القرارات الدولية وتحديدا مجلس الأمن التي تتناول الوضع بلبنان نحن ملتزمين فيها. طيب. هلا بتقولي لي إسرائيل بس كلمة بتقولي لي إسرائيل مش عم تلتزم. أنا شو ذنبك لبنان إذا إسرائيل ملتزم؟ لا يعني لأنك أنت على المجهر إذا في حال إسرائيل ما عم تلتزم هذه القرارات. صح. إنه أنت ليه بدك تلتزم بال 17-01 وتريح إسرائيل؟ وإسرائيل مش قريتك. مين قال 17-01 بريح إسرائيل؟ 17-01 يدعو إلى انتشار الجيش اللبناني بكثافة من عقود وعقود. كيف كن عم ريح إسرائيل؟ هو منتشر الجيش اللبناني ضمن قدرة الجيش اللبناني على الانتشار. إذا في الناس ما هيك ومجمدة كل الجبهة والناس عم بقتل العالم بالوجه، ما بتكون جبهة مخروقة. يعني ما فيك تعتبري إنه في خرق بسيط إذا الباخرة فيها بين الزوجين ترويح ما حدا في ينجي، بس تغرق بيتغرق بالكل. أنا علي بحالي بمصالحي، شو الإسرائيلي بيعمل؟ ما في 100 ترسانة. بدي أرجع أكرر شغلي، كل شيء عمله حزب الله مع إسرائيل واللي عمله مش قليل من 2006 إلى اليوم، شو غير؟ هذا قلي يعني ساعد القضية الفلسطينية؟ لا. ساعد القضية اللبنانية؟ أكيد لا. شو عم بصير اليوم بالجنوب؟ هل ما يعمله الإسرائيلي اللي جانن بيرجع بقلك يعني طلع من كل منطق اللي فات على غزة والمجازر عم بيعملها؟ هيدا خلص حدا تفلت بشكل مطلق من القيم الإنسانية والشرعية الدولية. ما قدر عمل قوة رادع؟ أنا لا أكيد لا. شو عم بصير اليوم؟ وين قوة الرادع؟ بس كمان شو عم بيصير بالجانب الثاني؟ يعني امبارح شفنا كمان الاستهدافات لقواعد عسكرية. غير شيء بالمعادلة؟ رح اقول لك حزب الله شو عم بيقول. ثبت قاعدة انه كل اعتداء اسرائيلي على لبنان نحن رح نرد باعتداء لبناني على اسرائيل. رد شو صار؟ ما فاتت غزة حماس على اسرائيل ب 7 اكتوبر وعملوا يعني لقنون درس فظيع صراحة. شو النتيجة؟ هاي انا بهمي بلادي والمنطق الإنساني والتضامن العربي وقبول المقررات الدولية. إسرائيل شو عم بتقول؟ مع كل الوسطاء، مع الأمريكاني، مع الفرنسي، عم تقول ثلاث شغلات. أنا مش عم بمزح، لأنه هلأ إسرائيل معبى بريحة دم ولاد غزة ما هيك، والبارود، بارود هو اللي عم يقصف. الثاني بدي حزب الله ينسحب من جنوب الليطاني أقله 10 كيلومتر، يعني القصف المباشر تيرجعوا سكان المستوطنات الشمالية بإسرائيل على بيتهم. ثالثة لن ألتزم بأي شكل من أشكال قواعد الاشتباك. الرابعة اعتمدت استراتيجية الاحتواء دون سيطرة بغزة وبجنوب لبنان منذ سنوات. فشلت بغزة رح تفشل بجنوب لبنان. هيدا موقف إسرائيل. حزب الله شو عم بيرد؟ عم بيقول لن أنسحب، رح حافظ على قواعد الاشتباك وما بدي حرب. طيب هودي بيوضعوا لبنان على الكف عفريت. بس فيني أسألك سؤال؟ نعم. وين الكرامة الوطنية؟ وين السيادة الوطنية؟ إنه حضرتك عددت المطالب الإسرائيلية مش موجودة بقاموس إسرائيل الالتزام من قبلها بال 1701. صحيح. مش موجود من قبلها الالتزام بالانسحاب من الأراضي. صحيح. اللبنانية المحتلة. صحيح. ليه بده يوافق حزب الله على هذه الشروط؟ مش شغلته. هل قد ضعيف حزب الله؟ يا سيدتي مش شغلته، ما بدي أرجع على المبدأ. طب مش شغلته حزب الله. ليه للدولة اللبنانية تقبل على كرامتها وسيادتها بهذه الشروط والمطالب الإسرائيلية إذا في بس هالبندين مش محطوطين بالحسبان الإسرائيلي؟ لا أنا بدي أقول ما حدا سأله، ما حدا طلب منه. هي أنا بدي أرجع للقرار السياسي بالمواجهة. بدنا ننتبه كتير، ما في استقرار بلا استقرار سياسي، مش موجود بكل دول العالم. طيب أنت بدك تحارب، ما بدك استقرار وراك؟ ليش الانتخاب رئيس جمهورية؟ وين الاستقرار البلد المؤسساتي الاقتصادي الاجتماعي الأمني؟ انت يا حزب الله ضارب كل هودي عناصر الاستقرار وعم تعمل حرب بجنون ما طلبت رأيي فيها، وبالتالي لا لم ولن اقبل ولا بأي شكل. قصف على الاسرائيلي، النص له ناس، ضرب له دبابات، انا ما بقبل. ليش؟ مش لانه الاسرائيلي، انا بدي الحكومة اللبنانية تاخذ القرار، الجيش اللبناني ينفذ وقت اللي لازم ينفذ. وباكد لك انه الجيش اللبناني، وانا نزلت على المقاطعة على قيادة منطقة الجنوب. نعم. ونزلت على النقورة مرتين. أنا بأكد لك أنه الجيش اللبناني مقتدر أكثر بكثير من حزب الله، وبأكد لك
انه اسرائيل بتعد للمية اذا الجيش اللبناني كان عم بيحمي جنوب لبنان بوقت الجيش عنده الصواريخ اللي عنده اياها حزب الله عم تقلي مقتدر ليش صواريخ لحظه ابو شيء نعرف اي صواريخ ما هي اذا صواريخ الصواريخ اللي بتقدر تواجه فيها اسرائيل خليك وقدره ما. اسرائيل خليك على ما. الصواريخ ما رح اقولها شغلتنا كانت بس صواريخ يا سيدتي جزئين قسمين المباشر والغير مباشر. المباشر المدى تبعه يمكن هلا الجديد صاروا 5 كيلومتر. طيب هودي عم يستعملهم حزب الله يعني هيدا دليل انه بعدك منخرط بهيدا الموضوع. انا بفتخر بكل شيء مرقت فيه بحياتي وخاصه هيك. فيا سيدتي في صواريخ الرمي المباشر بيطال دبابه بيطال مركز بيطال جيب قاطع الى ما هنالك، وفي صواريخ الغير مباشره والبعيد المدى. بالصواريخ المباشره اكيد الجيش عنده اياها وزياده، ولكن الصواريخ الغير مباشره ما هيك يلي ممكن تورط لبنان بأتون نار ورح اقول لك ليه. هل استعمل حزب الله باخر فتره الصواريخ البعيده المدى والدقيقه الاصابه؟ اكيد لا اكيد لا. فاذا عنده هالترسانه هيدي وما عم بيحسب يحسب حساب لعواقبها بيكون لانه مصر حيث المحور الممانعه، ما فيش محور ممانعه باي ذا واي يعني في ايران بس مش عاطي الضوء الاخضر وخديه من هذا لن تعطي الضوء الاخضر لاستعمال الصواريخ البعيده المدى الدقيقه الاصابه اللي عنده اياها حزب الله. فاذا لا استعملها ولا رح يستعملها لان القرار مش بايده، القرار بايد ايران. شو بتقول ايران؟ ما بدي حرب شامله. بس بدي ذكرك بشغلتين. ضربوا القنصليه الايرانيه بسوريا ما هيك وقتلوا مجموعه كبيره من الايرانيين مسؤولين الكبار. طيب كيف ردت ايران؟ فولكلور عن جد شيء اكثر من فولكلوري. يعني طارقين مشوار صواريخ ايران والدرونات من ايران محملين تقال يعني بطيئين وارتفاع قليل وتم انزالهم كلهم سوا. بعتقد في واحد نزل بقاعدة عسكرية. الاحصاءات الاسرائيلية بتقول انه 82% واجهتهم القبة الحديدية والباقيين وسقطوا باسرائيل. سقطوا باسرائيل. شو عملوا؟ انا هلا في جيب هاون القاعدة اللي استهدفت من خلال 6 كيلومتر مدى. هلا بنصب هاون 120 6 كيلومتر مدى وبيشبعوا اسرائيل. عندكم هاون؟ لا بعد حاول وقع. لا لا شو النتيجه كانت؟ ماشي ما كانت فولكلوريه ما تمت بس ما وصلت الرساله. نقطه ابدا وصلت رساله ضعف بضعف بضعف. هاي الرساله اللي وصلت وهيدي كارثه كارثه اضافيه يعني. طيب ما تم التفاوض بباريس بالقاهره حول الموضوع اي اهداف بدها تكون توجه لايران باي حجم رفع العتب الى ما هنالك. كانت ضربه رفع عتب كانوا مفاوضين عليها بباريس وبعدين بالقاهره تقولوا خي هيدي نوع الاهداف هيدي الدرونات رح نستعملهم هيدي التوقيت هيك وصار رفع العتب وقال يعني بعضهم طايرين الصواريخ بعضهم طايرين شو قالوا خلص هلا صرنا كيت صرنا صلح والعب عبينا بدكم تمسحوا اسرائيل عم بكتب ابي عمل. انا طبعا عدو اساسي بالنسبه لي لاسرائيل مش على المستوى السياسي اكثر بكثير على المستوى الاخلاقي والانساني. السياسي بينحل بكره بس الاخلاقي والانساني ما بحياته ممكن ينحل. واسرائيل لا تمثل اي شيء للامور اللي انا اؤمن فيها ومن القيم يلي عندي اياها. بس هيدي ضربه فولكلوريه بعدهم صواريخ طايرين اوكي خلص هلا بنوقف هون. هلا لو ضربت الضربه من دون ما تعلم المجتمع الدولي كنتوا قمتوا عليها انه انتوا عم شو قلنا بايران سياده الدول اللي بتمسح. طلعت باجواء هاريه الصواريخ والدرونات نزلوهم حتى يعني الاردن حتى الاردن بس هن ما رح يعرفوا يردوكم بشيء. هلا هن التزموا بالقرارات الدوليه والمدرجات الدوليه والبروتوكول الدولي انه اعلموا. بس انا بدي اقول لك انه ان شاء الله ايران تمسح اسرائيل عن بكره ابيها بس ما بيقولوا لنا اذا ارتكبت حماقه خلص بكفي صار لنا 40 سنه اذا ارتكبت حماقه رح نمحيها عن بكره ابيها. شنو هالحماقه؟ حدا يفسر لي اياها انه اكثر من حماقه غزه و150 الف اصابه بين قتيل وجريح شرحوا لنا شو هي الحماقة او ما بقى تضحكوا علينا. تاني ايران اسرائيل يعملوا بالدنيا ما الي علاقة. انا علاقتي هون
بيتي بيت الشعب اللبناني يلي اكلها 100 كفصر من لا استقرار سياسي بعدم انتخاب رئيس. هلا شفنا البلديات كمان يعني نار جهنم اللي وعدنا فيها ميشيل عون عم تقضي على كل شيء بيشبه لبنان، على الديمقراطية، على الانفتاح، على الحرية، على الازدهار. من النار عم تكلنا ومني بحاجة ابدا لاني انخرط بحرب حدا تاني بده يورطني فيها. اللي صار هيدا اللي لازم يصير، خلي ايران ضل تشبب اسرائيل وخلي اليمن ضل تشبب اسرائيل. اليمن يعطيه الايراني صواريخ ودرونات بالاحرى اسمه صمد 3 اس بيوصل 2200 كيلومتر. يعني الصمد كان يضرب في الرياض، ضرب في الامارات، هلا صار 2200 كيلومتر عم يضرب اسرائيل بمنطقه ايلات. ولا مره درون وصل لانه بنفس هو عفوا هذا الدرون ما حدا بيقول مين عمله، مفهوم ايران عملته بس ما له، ما حدا تبناه اذا بدي. طيب اليمن اليوم قادر يطال الى 2200 كيلومتر، عظيم. انا خليني برا، مازالك قادر طال من ايران وقادر طال من اليمن، ممتاز، خليني برات هاللعبه. ما في شيء اسمه المصلحه الوطنيه العليا للشعب اللبناني بيقول انه نزج حالنا باتون النار. بس بدي اختم هون واقول عظيم 69 لما اقول من قبل اتفاقيه القاهره، ما حدا بده يسمع من كل الدول العربيه باسم منظمه التحرير وباسم ياسر عرفات استقروا بلبنان، عظيم. فاتوا بحرب دروس وين؟ عجونيا، على اساس بنحرروا القدس الشباب. قتلوا حال اللبنانيه تيدعموا القضيه الفلسطينيه، هن عم يهجموا على جوني، عظيم. طيب الامل شقفت منظمه التحرير بحرب المخيمات، ما خلوا لهم شغله، طوقوهم وعن جد مجازر. طلعوا على طرابلس، اجى السوري بنعميته المشهوده يعني بالفراريع قطشهم مساحه طرابلس، وين راحوا؟ راحوا على تونس. شو عملوا بعد تونس؟ اوسلو، مدريد، رام الله، كامب ديفيد، ما هيك؟ وقعدوا برام الله. ما سالوا عنك انت قتلت حالك وروحت بلدك واتسترا. هيدا اللي راح يصير حكما او عم بيصير مش راح يصير مع حزب الله. طيب لانك مرقت شغله انه يعني الصواريخ اللي بيمتلكها حزب الله هو ما بيقدر يستخدمها من دون موافقه ايرانيه، بدي كمان اعطيك وجهه نظر اخرى بتقول انه حتى المساعدات اللي عم بتقدمها هلا مؤخرا فرنسا، لما راح قائد الجيش على فرنسا ووعد بمساعده الجيش وتسليحه، البعض يقول انه كمان لا يمكن ان يستخدم الجيش اللبناني هذه المعدات اللي راح تعطيها اياهم فرنسا أمريكا بوجه إسرائيل إلا من بعد أخذ موافقة هذه الدول لاستخدامه. لا أكيد لا، الجيش بحاجة لتسليح وزخائر وتدريب بدون أي شك مثل أي جيش بالعالم، بس صار له عشرات السنين الجيش اللبناني مش شاري قطعة سلاح، مش شاري طلقة ذخيرة، وبالتالي كله بيجي من أصدقاء لبنان وعلى رأسهم الأمريكان والسوبر توكانو والساسنا والقنابل الذكيه ولا ما هون الكل. لا تكفي بوجه اسرائيل، على راسي خليك معي، كلهم هيدي بيد الجيش اللبناني. طيب اذا انا حميت بقرار سياسي بلدي، ما هيك؟ واذا الجيش انتشر بالجنوب وقراره سيادي، ساعتها ما عندي اي شك انه هيدي بتكون قوه الردع الفعليه بوجه اسرائيل، هيدي قوه الردع الفعليه. وراح اقول لك ليه. طيب عظيم، هلا حزب الله مسلح بشكل كثير ثقيل، ما عم بيستعمل الرميات الغير مباشره انه كلفتها بتصفي اعلى بكثير. شو صار؟ ردع اسرائيل؟ ما كل يوم واحد بيفتح بالراد بينزل صاروخ عليه، بدور سيارته بينزل صاروخ عليه، هيدا بدل على شو؟ اول شيء ما وقف او عمل توازن مع اسرائيل لانه كل يوم منخرطه بعمليه عسكريه بجنوب لبنان. ثاني، الخرق الامني الهائل بصفوف حزب الله وبيئته الحاضنة. يعني امبارح الشيخ قبلان خوننا كلنا ونحن عم نشتغل لتل أبيب، وهذا التخوين بنعرف شو نتيجته، بدنا نروق. هيك واحد. اثنين، بس انتم ما عم تتركوا لهم سبب لعدم تخوينكم، يعني لما تحكوا بالفيدراليه، لما حكينا بالفيدراليه، وين شفتينا حكينا بالفيدراليه؟ ولما ينحكى عن يعني الناس بتحكي عن الفيدرالية. بدك نحكي عنها؟ اسمعيني كثير منيح. لا لانه هذه يعني هيدي الفكره العامه الموجوده عند المكون الاخر. طرح الفيدرالي بال 76 هو نتيجه مقررات لقاءات اللي صارت
مع الرهبني الماروني، يعني بوقتها بتذكروا شرب الأسيس وستر، وبعز الحرب وبعز الحرب انطرحت هي. كانت الفكرة تعزيز التواصل بين اللبنانيين، مش فصل اللبنانيين عن بعض. هلأ بالاستكبار حزب الله، بتخوين حزب الله، باستفراد حزب الله بالجانب الأمني واستفراده بالجانب السياسي، اوعى حدا يفكر انه رئيس بري هو اخذ خيار يسكر المجلس. لا، حزب الله اخذ خيار، حزب والرئيس بري اقفل المجلس لصالح حزب الله. متفقين؟ اليوم وصل عند كثير من اللبنانيين، وبأسف اولى بس بدي اقولها مثل ما هي، تحديدا عند المسيحيين يلي عم يتخونوا صبح وظهر وعشية وطاروا مصرياتهم، وقف الازدهار بالبلد وكل مصايب الدنيا صارت عندهم، ما في اي شك من اشكال الاستقرار. رح قلي بدأ عند المسيحيين فكرة او نزعة عدم الثقة، مش بالدولة اللبنانية، بالكيان اللبناني. عم دق نقوص الخطر وعم بلغ الكل اليوم انه اداء حزب الله واستكباره على الكل، وبترك الموارنه بيحكي كلمه ما حدا برد عليه، ومطران الارثوذكس بيحكي كلمه ما حدا برد عليه، وكل الكوارث اللي حاصله بسبب وضع ايد حزب الله على البلد، بكعب راس المسيحيين وكثار منهم اليوم عم نبه، عم تنفقد الثقه بالكيان اللبناني، لانه هن خلقوا لبنان كبير تيكون مكان لتفاعل كافة المكونات اللبنانية على قدم المساواة. اليوم مساواة ما في، وبلشوا برجع بقول لك المسيحيين، وخلوا الكل ينتبهوا يسمعوا الصرخة هذه، بلشوا يفقدوا الثقة بالكيان وبلشوا يفكروا بالانفصال. من ضمن التيار الوطن الحر، أنا بتعرفي بهالمقارب تكون كتير شريف وواضح، ما إلى علاقة لا تيار الوطن الحر ولا القوات اللبنانية ولا حدا، هيدا رد فعل عند المواطن المسيحي انه خيي خلقنا هالبلد. اول شيء المسيحيه عملوا 1920، ما هيك ارادوا بطرك الحويك لكل المسيحيه لكل اللبنانيين. اثنين، ترجوا الفرنسويه انه خيي خليك بجبل لبنان عامل دولتك او على خريطه المتصرفيه، شو صاير عليك تضم الاقضيه الاربعه ويصير في تقل اسلامي بالبلد؟ قال لهم ابدا، أنا عايش ببيئة متنوعة وبدي بلدي يكون متنوع على شرطين، المكونات على قدم المساواة أمام الدستور، والأفراد على قدم المساواة قدام القوانين والعقد الاجتماعي. عم بتم إطاحة مطلقة 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 بكل هودة من قبل فريق، وبدي ننبه أنه ما حدا بيستمر مدى العمر. الاتحاد السوفيتي بنهار، هر من برلين لليابان بنهار. الجيش العراقي جيش هائل جرار بتنظيمه وبقدراته، ورقة هالقد كتب بول بريمر حل الجيش العراقي. ما حدا يفكر انه استعلاقه على الباقيين وتخوينه للباقيين رح يكون نتيجته انه يفرض خياره على الكل على المدى الطويل. خليني فوت شوي كمان هيك بصميم هيدا الموضوع. طيب التخوين مش بس فقط على الفيدراليه هن اعتمدوا، لانه حتى يعني المسؤول الاعلامي عندكم الاستاذ شارل جابور حكي عن حل الدولتين داخل لبنان، كمان بموضوع انه نحن هلا بحاله حرب. من المفترض بأي دولة أنه بحالة الحرب تتوحد المكونات ضمن هذه الدولة. أنتوا خنجركم بظهر حزب الله في هذه المعركة، وبالتالي هواجسكم ضد الآخرين هن موجودين، هن هي ذاتها هذه الهواجس ضدكم. خليني أقول أنه نحن ما استلينا الخنجر بالحرب اللبنانية الحرب الأهلية إلا بعد ما انطعنا بظهرنا، فما بحياتنا طعنا حدا بالظهر أبدا. واللي راح خليك ابدا 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 بنفتخر بكل شيء عملناه، واكثر شيء بنفتخر فيه انه وقفنا الحرب، وكانت نتيجتها شو؟ ثلاث ارباع عن الشباب المسؤولين ضلوا 20 سنه برا، ورئيسنا خليك معي كانت نتيجتها اهم شيء اضعاف المسيحيين، وهلا اذا فتنا بمعركه ثانيه كمان رح نتيجتها رح تكون القضاء على المسيحيين. بالعكس تماما ورح اقول لك ليه. اول شيء نحن اللي سمحنا انه الطائف ينوجد، نحن البطرك صفير اخضر الابراهيمي حي يرزق الله يطول بعمره كاتبها 100 مره وقايلها 100 مره، دون القوات اللبنانيه والبطرك صفير ما صار اتفاق الطائف لانهى الحرب. ف
فاوعى حدا بس انتم كنتم معترضين على الطائف، انتم كنتم معترضين على الطائف ببدايه المفاوضات اللي أبداً عم بتصير. ابدا كنا عم ندور الزوايا شوي تنتفادى المذبحه اللي جرنا لها مش لها، كنا عم ندور الزوايا شوي لنتفادى المذبحه اللي وصلنا لها المذبحتين، حرب التحرير وحرب الالغاء، وما زبطت بيكون بشكل كتير واضح. اللي بدي اقول لك اياه انه مسيحي اللبناني، انا بدي احكي عن مسيحي ما هيك، وانا نايب عن كل الامه بس عم بضوي على نقطه، هو المسيحي الوحيد في منطقه الشرق الاوسط يعني من العراق لمصر يلي لا يرضى بالوجود فقط، بده وجود ودور. لبنان الكبير أمنه وجود ودور تحت غطاء الدولة اللبنانية. نحن تدمير الدولة اللبنانية بعرض وجودنا وبعرض دورنا. وطريقة تعامل حزب الله مع المكون المسيحي اليوم عم بيضرب عمق وصلابة الانخراط اللبناني بدولة لبنان اللي ما عنده إلا هيدي الأوميجا الألفا والأوميجا، ما عنده المسيح اليوم إلا الدولة اللبنانية، مشان هيك مستقتل تيحميها، ومنشان هيك قد يكون أو هيدا انعكاس إنه بكتير استهتار بيحكي البطرك تحت الأطراف السياسية بيحكي كذا، بيطلع شيخ أبلان بيطيح فيهم كلهم سوا. حذاري حذاري حذاري، عم بتعرضوا لبنان للخطر، والخطر يمكن يكون غير قابل للرجوع عنه إيريفرسيبل. فبدي نبه مرة واثنين وثلاثة وعشرة. بعد عندي سؤالين قبل ما فوت كمان، بعد عندي ملفين بدي أحكي فيهم وبعد عندي 10 دقايق، كتير الحلقة بتمشي معك بسرعة ركض بتركو. اليوم أنتوا بتكون نزع سلاح حزب الله أكيد بهيدي اللحظة بهيدي المرحلة أكيد. وعم تشتغلوا على نزع سلاح حزب بدون الله. أي شك وناطرين ما يخونوكم. وهيدا موقف مبدئي، أنا سلمت سلاحي طيران مدفعية دبابات هندسة، سلمت جيش مثل ما هو للمحافظ على السلم الأهلي، ولنروح على اللعبة قدم قرطية. هو عمل جيش لينهي لبنان، وحياتك أنت حزب الله بخلفيته إخوان المسلمين لا يعترف بالحدود، ليش ما تدخل بالمباشر بقضية ترسيم البحر؟ لأنه لا يعترف بوجود إسرائيل. وبدك أكثر، محمود الزهار شو قال؟ ومش من زمان كان بعز حرب غزة، قال فلسطين تفصيل بالنسبة له. شو هي فلسطين؟ نحن بدنا نلغي الحدود بين كل الدول الإسلامية، وبدنا ناخد السلطة بالقوة، بدنا نطبق الشريعة، وبس نخلص من هاي منروح على دول تانية. أنا ما في أقبل هذا المنطق اللي هو منطق حزب الله 100%، بس بضيف عليهم بس وأسوأ ولاية الفقيه. يعني القرار مش بإيدي، قرار بإيران والثلاث عناصر يلي كل جماعات الإخوان المسلمين اللي نتجت عن الإخوان، القاعدة، النصرة، داعش، حزب الله. أنا ما في يكون محاور لإلي حدا هيك. من شان هيك بدنا نسحب السلاح. أكيد بتقولي لي قادرين بكرة، بقول لك لا. بس نحن شو عملنا مع السوري 15 سنة؟ لن نقبل لن نقبل لن نقبل تفاعل مثل هالأيام هيدا. طيب وسؤال سريع تاني، هل تريدون تطبيق ال 1701 بغض النظر إذا إسرائيل طبقت هذا القرار أم لم تطبق؟ تماما بدون أي شك، أنا إلي بحالة وفي عندي 100 وسيلة دبلوماسية وغير دبلوماسية. الخطر أنه مكون يجر كل الباقيين لقيتون النار عم بيشوف شو صار بغزة. انطلاقا من هود الفكرتين أنه أنتوا بدكم نزع سلاح حزب الله وبدكم ال 1701 يطبق من دون ما تطبقوا إسرائيل أو ما تطبقوا، اليوم انتوا عم تخوضوا هيدي المعركه لحالكم، ما عندكم حليف. وتحديدا انه امبارح كان التمثيل جدا هزيل بلقاء مع راب، كنتوا مجردين من حلفائكم، حتى الحزب الاشتراكي مصادره تقول بانه لا ما بيصيروا بهيدا المنطق اللي عم يمشي فيه الدكتور سمير جعجع، انه هو بده يحدد المكان وبده يترأس هذه الجبهات، نحن خيارنا البريستول والكارلتون. فكيف بدكم تخوضوا هذه المعركة لوحدكم؟ ايه كارلتون ريتس يعني؟ اوكي ما بيساع. اذا بتحط الحرمية بالبلد بالكارلتون بدك تحطي 3/4 على السطح و3/4 بالباركينج. طيب اول شيء مشهدية معرب هل تلتزم بكل ثوابت 14 اذار؟ هذه اللي كلمة مش ناتجة عن هالثوابت. ثاني شيء أردنا بمعراب لا نترأس، نحن كنا المكان أدمينه بمعراب، كان فيكم تعملوا مكان تاني مثل بوقت البريستول. خليكي معي،
فاذا هيدي الثانيه. ثالثه، مين قال لك نحن مش بصدد البريستول؟ ما هو افضل سيناريو لنا هو البريستول. بدي اقول لك اكثر، وهذا هيدا خيار يمكن ما يكون كثير شعبي عند المسيحيين اليوم المذبوحين. نحن هلا بتقولي لي قرن شهوان او بريستول، بدون اي تردد بقول لك بريستول. بريستول يعني بدك مقاربه بهالوقت تحديدا عابره للطوائف، اللي بيجمعها هو المبادئ العامه والحرص على المصلحه الوطنيه العليا. فهل نحن برجع بقول لك اول شيء ما كان مشهديه اللي بدي اقوله بمعراب مشهديه قرن شهوان، لا. ثاني المقررات اللي صدرت، مش هي الاهم؟ المقررات اللي صدرت دائما عم يحكي فيها دكتور جعجع، عظيم. شو قدم عظيم. شي جديد؟ مش ضروري على طول نقدم شيء جديد. لا ما يعني هذا اللي عم اقول لك اياه، كل هذا الضخ الاعلامي اللي سبق بدنا هذا نحافظ على الثوابت لانه وصلت لافكار معروفه مسبقا. وليش لا؟ ليش لا؟ يعني المقاومه الفرنسيه بس بلشت بال 40 واستمرت لل 44، ما هيك؟ كانت كل يوم عندها خطاب جديد تقاوم للمحافظه على روحيه فرنسا وثقافه فرنسا وتقاوم ضد الاحتلال الالماني. وبالتالي يعني مش عم نعمل سكوب كل مره. اكيد هيدي الثوابت. لا انا خليني اقول اللي ما طلعوا معرب اول شيء خيارهم بحترمه 100%، وحتى اللي طلعوا تمثيلهم كان مقصود انه تخفيض التمثيل. معلش معلش انا بدي اقول لكل المكونات 14 اذار، اوكي؟ هل هذا الخطاب وهذه المقررات بيشبهوك او لا؟ اكيد بيشبهوا. بس هيدا بدي اكيد بيشبهوا. بس انتم عم تختلفوا على هذه الافكار المحدده. واكثر من هيك بدي اقول لك، المزاج الدولي مبين واضح بانه عم بيجاري حزب الله، او على القليله ما بده يحتك بحزب الله. مزبوط. والدليل انه امبارح التمثيل السني ما كان تمثيل وازن لسبب، مع الاحترام للموجودين كانوا اكيد، انه الكتله التي تدعمها السعوديه ما كانت حاضرة، مع أنكم أنتوا دعيتوها. وبالتالي السعودية أمريكا منا داعمة القوات بهكذا خيار، وعم تشتغل لحالها وتركتكم لحالكم. خليني أقول لك أنه السياسة شأن محلي، هيدي الأمريكان بيقولوها مش أنا، وأنا متبنيها. الحجر مطرحه انطار، شأن محلي محلي محلي. هلأ لا السعودية تدخلت ولا أمريكا تدخلت، هيدي بضمن لك إياها 100%، ولا فرنسا تدخلت إذا ما نحكي شيء بيشبه الكوينت يعني. وبالتالي تدخل ما فيه، حذر من الانفجار بالتعامل مع حزب الله أكيد موجود، وسؤال إنه كيف بدي أقدم الأمور بدون ما تواجه مع حزب الله موجود، بعد ما لقي له حل يكون كتير واضح. من شان هيك كرمال هيك عم تنفتح السعودية على النائب جبران باسيل؟ لا لا ما نحمل الأمور أكثر ما بتحمل. السعودية بمنطقة بس تقدر تنفتح على الكل، واللي عملوا فيها جبران باسيل للسعودية من وقت اللي دعم إيران، من وقت يلي رفض يعزي بالقتلى أو الشهداء السعوديين، في ماضي ثقيل بين السعودية. بس شفناهم دعوه على الاحتفال حد السراي وطلع السفير لعنده، وفي ود بين بعضهم. الله يديم له. في شغله كمان مستفزتكم هيدي العلاقه؟ ايه مستفزتكم هيدي العلاقه؟ ابدا ابدا. كعمي برجع بقول لك شغلتي 15 سنه وبعرف الحكيم كيف بيتعامل مع الموضوع. العلاقه الدبلوماسيه هي علاقه مفروض تكون موجوده، وما حدا يحملها اكثر ما بتحمل. يعني بيكون عم تظلمها. يعني اليوم فرنسا من ال 192 دوله يمكن عندها ب 100 دوله سفرات، انه ب 100 دوله بدها تغير المعادلات. ما ليش صار فيها بافريقيا؟ في اشياء بتتطور بشكل سريع ما فيك تلميها، وما تحملي الدبلوماسيه اكثر ما بتحمل، لانه هي عارفه مسبقا شو حدود اللعبه، وما حدا من خلال الدبلوماسيه بيوضع حاله بموضع فشل. وبالتالي لا، مش هيك العمليه. لا بدي اعطيك مثل. اول زياره لميشيل عون لما كان للسعوديه، بس بكفي. شو عاد صار بعدين ست سنين الباقيين؟ ما ضل في دوله تحكي مع لبنان، واولا السعوديه. وبالتالي مش اذا عملت خطوه معينه من قبل دوله اقليميه او دوليه او من قبل جانب لبنان انفتح على مكون انه هيدي يعني نعتبرها نهايه صراع ودعم مطلق. رح اقول لك شغله بعد، يعني في شيء دعم دولي صار اكثر من الطائف؟ مستحيل مستحيل تلاقي دعم دولي. ما ضل دولة بالعالم من البي 5 لمجلس الأمن للدول الإقليمية دعم الطائف. شو صار؟
انشغلت بعدين وتعاملت مع الامر الواقع، الامر الواقع السوري وزتتنا بالحبوسه وتهجئ، مش هي المسؤوله عم بقول. بس بدنا نعرف انه الدول مش فاضيه بس لنا. يعني دوحه شو صار؟ ما ضل حدا بالعالم ما دعم الدوحه، شو صار نتيجتها؟ وان واي تيكت. ما نحمل العمل والتفاعل الخارجي مع لبنان أكثر من لأن خلص وقتي سعادتك. بس بدي أختم بهيدا السؤال، على الرغم من أنه كان في بعض موضوع النازحين، ولكن خلص كتير عم صار الموضوع النازحين عم ياخد من وقتكم كقوات، وكل الأسئلة توجهتكم وكل الاتهامات توجهت لكم، وماسكين عليكم أنه كيف كان خطابكم ورهانكم بالأول واعترف فيها دكتور سمير جعجع، وكيف هلأ صرتوا أنتوا عم بت. بس مين كان بال2012 الخارجية الأكترية الوزارية لكن مين كانت من 2012 لل تقريبا لهلأ من الحكومة اللي قبلها للتيار بطن الحر. يعني بشرفكم حاجة تضحكوا على الناس. أوكي. ما بدي روح شوي على موضوع رئاسة الجمهورية بدقيقة. طار موضوع رئاسة الجمهورية، فكرة الحوار مرفوضة تماما، ما في كل هذه السنة البعض عم بيقول انه رح يخلص ولاية مجلس النواب الحالي وما في رئاسة جمهورية. ما بعرف، قد يكون. نحن مبدأنا واضح، مبدأنا في قاعدة للعبة اسمها الدستور اللبناني، تحترموها او اعتبروا الدستور ما في. واذا عم نسعى لاستقرار سياسي بالبلد مش عم نكذب على بعضنا، بدنا ننتخب رئيس للجمهورية، ما في حل اخر. يعني هلا في دول بتفاوض مثل المانيا، المانيا تركيبتها السياسيه بتمنع يكون في اكثريه بالانتخابات، بتمنع عليه يعني ذاكره الجماعيه من ايام هتلر والنازيه واتسترا، بس بفاوضوا بعد الانتخابات مش قبل. هاي التفاوض قبل الانتخابات الفكره مش موجوده ولا بلد بالعالم اخترعوها الشباب، يعني الرئيس بري وحزب الله يعني استنبطوا شيء غير موجود. بدك نعمل انتخابات وبعد الانتخابات نتفاوض نشكل حكومه؟ عظيم، بتصير بكثير دول من العالم خاصه اللي عندها نسبيه. بتكون طارت الطابه من الموقع المسيحي على الموقع السني، ساعتها ما في مشكله نعمل حوار عليه. ليش من هيدا المنطق؟ مش عم بفهم ليش انه انتم رافضين الحوار لانه على هذا الموقع المسيحي، بينما لما توصل الطابع على الموقع السني ساعتها بنعمل حوار وبنشارك. لا ابدا ابدا، هذا مش منطقنا، هذا مش منطقنا. يعني بيتابع ادبياتنا بهذا الموضوع، عم نقول افتتاح المجلس ننزل منصوت، اذا ربح خصمنا بالسياسي بنكون اول ناس منهنيه. يعني هيدا ما اقنعتكم بالعكس عم بيصير. اذا بدي استطرد باللي تفضلتي فيه، انه تحديدا اذا رئيس مجلس النواب ما حدا بيتعاطى معه لانه يمثل موقع الشيعي الاول، ساعتها رئيس مجلس الوزراء ما حدا بيتعاطى معه، ورئيس الجمهوريه ما حدا بيتعاطى معه. يعني طار الدستور وطارت القوانين وطار الاستقرار. الخطا هي انطلاق من مجلس النواب واقفاله للمجلس بدون اي مسوغ قانوني. طيب كمان سريعا، مصرين على رفضكم على رئاسه الرئيس بري لاي تشاور، ما بدي اقول حوار احسن ما تستفزتكم الكلمه، وعلى الرغم من طروحات الخماسيه انه نحن منجرب نوصل لفكره مشتركه بموضوع اليه توزيع الدعوات، ولكن بلوا ونزلوا لانه كمان الرئيس بري مكون سياسي موجود بالمجلس وهو رئيس المجلس. رافضين هذين بالمطلق؟ يعني رافضين، مش انه رافضين، بكل تقلنا رافضين، لانه ما في نص بيعطيه صلاحيه للرئيس بري يسكر المجلس ويفرض الحوار. وين هو النص؟ خمس صلاحيات لرئيس المجلس، اقولهم سريعا: يترأس المجلس ويترأس الجلسات، يحفظ الامن في حرم المجلس، ويحرص على تطبيق القانون والدستور. هو اياهم الخامسه شو؟ يعين مواعيد الجلسات، مش لا يعين مواعيد الجلسات، وإذا تعذر عليه ذلك نائب الرئيس، نائب الرئيس بعين. أعطيني شي نص بيعطي للرئيس بري صلاحية يسكر المجلس يوم أنا ليش ما سكرت وزارتي؟ رحت على البحر. إذا هو اللي حق يسكر مجلس النواب كان أنا لازم وزارة الشؤون الاجتماعية بسكرها وبفل كذلي رب سافر. شو المنطقة هذا؟ يعني حراك الخماسية من دون جدوى، هاي خلاصة بتصور كلامك. إيه؟ بتصور إيه؟ بتصور للأسف بس بتصور. هلأ ذكرت الناس أنك أنت وزير، كنت وزير مهجرين وعم بتقول مش مهجرين وزير شؤون اجتماعية. إيه؟ ذكرت الناس أنك كنت وزير شؤون اجتماعية، هلأ بيقولوا لك أنه كمان أنت معني بموضوع النزوح ومن الـ 2016 وطلوع. كل الدولة اللبنانية كل الدولة اللبنانية هيدا مش وزير بيخدها. أنا كنت على المستوى الإنساني عم بشتغل على الموضوع، هيدي صلاحياتي كانت. الدولة اللبنانية بتاخد هيك قرار وما
تسترجي تاخده، وبشكل أساسي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية نعم. بياخذ القرار مش وزير شؤون الاجتماعية. يسمحوا لنا الشباب. أنا بيير بوعاسي شكرا كثير لحضورك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. تحية للمشاهدين. أهلا وسهلا فيك. وشكر موجود موصول لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.